وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح الجودر. أستاذ صلاح، بعد التحية، الخطاب الملكي السامي حمل رؤى وتوجيهات ملكية كبيرة للارتقاء بمسيرة التنمية. كيف ترى أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيسهم في تحقيق تطلعات جلالته من خلال وضع تلك الرؤى والتوجيهات موضع التنفيذ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن الخطاب كان شامل لكل القضايا، فجلالة الملك المفدى جمع القضايا على المستوى الإقليمي وكذلك تطلعات المجتمع البحريني اللي يسعى إلى التنمية الشاملة المستدامة. فكان خطاب جلالة الملك يتطرق إلى مجموعة من القضايا، ولكن بخط كبير جلالة الملك يرسل رسالة واضحة أن لا يمكن أن يتحقق مثل هذه التطلعات إلا لما يكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. نعم. جلالة الملك استعرض مجموعة من القضايا أن المنطقة تشهد حالة من المتغيرات، وكذلك المجتمع البحريني يتطلع إلى نوع من التنمية المستدامة مع المرتكزات الرئيسية اللي جلالة الملك تطرق لها، وهي المكاسب اللي تحققت خلال العشرين السنة الماضية من تولي جلالة الملك مقاليد الحكم، وكذلك بداية المشروع الإصلاحي في 2001. وصلنا إلى سنة 2020 اليوم مع مكاسب يعني يقر فيها المواطن داخل البحرين ويشعر ويراها أمام أعينه، كذلك من هو في المحيط العالمي اليوم يشهد بهذه الإنجازات وهذه المكاسب اللي تحققت في العهد الزائر لجلالة الملك. اليوم الخطاب السامي لجلالة الملك في افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس تطرق إلى قضية التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي في التعاون بين السلطتين، بمعنى أن لا يمكن أن يتحقق لهذا الوطن الازدهار والنماء والتقدم إلا حينما يكون البرلمان في حالة توافق مع الحكومة في البرنامج البرلماني، وكذلك برنامج الحكومة اللي تسعى إلى تقديم الأفضل من الخدمات، وشهدنا الكثير على كل الجوانب. فهناك تعاون كبير خلال السنوات الماضية، ولكن جلالة الملك في خطابه السامي كان أبرز النقاط فيه، كان شامل لكن أبرز النقاط كان هي قضية الفترة القادمة، تجاوز التحديات الإقليمية، تجاوز جائحة كورونا. نعم. الأزمات الاقتصادية اللي يشوفها العالم. نعم، الكاتب الصحفي صلاح الجودر، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك.